عليكم، نقول لكم صباح الخير عليكم، كيف لكم مع الصباح الفري، صباح الخير عليكم، كي درتوا لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. المهم مرحبا بكم معايا بفلوق جديد، ولكن هذا الفلوق هذا غيكون واحد النهار اللي غادي ندوزوه في الدار. شكون غيدوزو انتيا؟ انا وياك انا مجدابة اختي. لا 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 عزيزتي معايا اليوم غندوزو واحد النهار اللي غيكون واحد النهار حمق. فهمتوا قبل ما نبدا الفيديو كنقول للناس يلا التحقوا في القناه مرحبا بكم، وكذلك الناس اللي كنقول لكم بصراحهكم نورتونا بداية اختي، خليني نهضر مع الناس ونعبر. انا عاد بغيت نقلقل. وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف من كبيركم حتى صغيركم، شكرا لكم على 100,000. المهم العائله ديالتنا غادو كتكبروا ولا فيها 100,000 شخص. 100,000 شريك. كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكم على المصادر ديالكم، على الدعم ديالكم، على بزاف ديال الحوايج اللي كديروا معنا في الدنيا. المهم غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي. المهم ما عرفتش واش هذا القنت ولا هذا القنت. وغادي نخلي لكم كذلك الكونت ديالي في تيك توك. عرفت كندير لكم في تيك توك، ولكن خاصه يعني غير بلي ماسك، بشي حاجه اللي غادي تقدروا تستافدوا منها، ما خاطيناش الطيح وداك الشيء ما عندناش معاه. المهم غادي تلقاو شي حاجه اللي غادي تستافدوا منها، كذلك الدريات على ممكن نهضر دابا، حيدوا الدراري وخليوني نهضر مع البنات. لا حتى انت الدراري راه كيف يستافدوا من الماسكات. يلاه كاين الدراري كيديروا ماسكات، والله الا كاين ماسكات فيها الدراري تهلا فراسها ما فيها والو، ولكن زعما غايقولوا لي وحنا ناس حتى تقول لنا هادشي. المهم بالنسبه للدريات غادي نخلي لكم الكونت ديال التيك توك ديالي، كندير ماسكات طبيعيه فلوس ابوناو فيه حتى واحد عليك، خليو فيه ميساجات. المهم غادي تستافدوا بزاف ديال الحوايج. يلاه دابا يلاه كنبداو الدار. يا خوتي ما شهيناكم، ماشي ما شهيناكم، ولكن ما خصكمش ديروا هاد الرئيس ما دريتي اللي داير ابراهيم خاص صعيب صعيب. المهم كتوجد لي هاد الخبز ديال الطوست، ياك هو هذا الطوست. هنا درنا ليه الجبن والبيض، البيض مقلي بلا زيت، بلا زيت، وهنا الفرماج والفرماج، وهنا عرفتو نوجدوا الفطور ديالنا. ايوا المهم حنا راه ضروري من الزريك هكا الحليب وقريبي ضروري صح مع اتاي. يلا المهم بالصحه والراحه. يا خيتي هذيك الحبه ديال الزيتون كتبان، هي اللي زينت الله يلا شوفوا مباشره عطيك كيبان. ويلي 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 كيبان واعر واعر. هاو جوجكم خصكم تسنقوا. شوف اخوتي درت معاه باش تدوز معايا اليوم النهار كله. شنو قلت لك؟ شنو سمعتوني قلت في المقدمه وحدك؟ انا كنت عارف راسي غنخرج لان الخدمه تنادي، انا راه غادي نخدم. شوفوا شوفوا المشيطه اللي صايبت لي هذا الكيوز زوين وداك الشيء. غادي نمشيو انا وياها للسوق لحد شي نهار ان شاء الله، وغادي نجيو لها السيدينات. ويلي 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 انا اش قلت ليها؟ قلت لها غنخرجوا غنخرج وغنرجع لك مشاعي كان بحال دوك البنيات الصغار فاش كنا كنقراو ديك الساعه. قلتي هانت شوفوني دابا، شوفوني فاش غنرجع بحاجه غنكون عاقل عليا الله ما غتكون مصايبه. المهم دابا وجدت لي واحد تما نخصي في القضيه. الله يطيب الغداء، تهلاي في يونس والله يعاونكم مع ناسك. باي باي. شوفي لي غنخليها تما ما نخرجهاش. ما كاينه حوايج راه هما صبني قاد. المهم راه كاينه راه كاينه. اه تا نظر ما تعرفش نقطه هادي دابا حتى كتكون شي مناسبه عاد كتنوض الحبوبات. شنو المناسبه عندك؟ ما تعرفي. بعد ما ساليت ديك الروينه اللي عندي ما يجمع الدار جمع الدنيات جمع داك الكورسي، درت الماكينه كيدور الحوايج غادي نسكنهم، وبارطاجي معاكم كذلك الغدا اللي غادي نديرو اليوم ان شاء الله. المهم شي حاجه بسيطه ولكن بغيت نبارطاجيها مع الناس اللي عزاز عليا. غادي ندير واحد الحوته في الفران، ولكن المشكل ان الحوته مازال ما مقياش، اذا خاصني نقي الحوته. وانا صراحه ما كيعجبنيش يعني الحوت ديال الفران، كنبغي يعني نكون مشرملها من الصباح باش كتدخل هذيك الترميله هذاك الشيء باش تجي بنينه، ولكن ما عندي ما ندير حيت خصني دابا نقيها ونخليها على الاخر ترقد واحد نص ساعه على ما نكمل هذا الشيء ونسيق وعاد بعد شي كتب الفران. هي الحوته ديالنا. المهم بوا جوا ولا ما عرف بوا جوا صغيره. المهم صغيره مويان، عرفتي واحد الطريقه زوينه تبقاو تنقيو بها الحوت ان باش ما يبقاش يطير عليكم دوك القشور وداك الشيء، ديروها في وسط الماء ونقيوها بحال هكا عرفتي كتنقى وتجي ساهله تجي ساهله صافي. المهم غادي نقي الحوت ديالي وغادي ندير ليها الشرميله ديالها ان شاء الله. الله شوفوا لي هاد الحمق هاد، انا كنصايب الغدا وهي مقابلاني. عيش ليلي شوفي متبعو الشمس.
ويا الغزلة ديالي. المهم خوتي خواتاتي باش الدراري مابقاش يوم الحال. الحوته ديالنا واجده. درت ليها الشرميله وخليتها تقريبا شي نص ساعه. المهم على ما ساليت التصبين وداك الشيء فرشت من تحت البصله، وبالنسبه للبطاطا يعني سلقتها نص سلقه، وداك الشيء اللي بقى ليا يعني الشرميله ديال الحوته شرملت به حتى البطاطا صافي. دابا غادي نزيد عليها فلفله من الفوق خضراء وحمراء. اما بالنسبه للصوص يعني غندير لها طريقه ثانيه. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه اللي غادي ندير باش يبقى لينا يعني فاش نغمسوا الخبز. ما كتعجبنيش انا الحوته تجي ناشفه وصافي. المهم بالنسبه لكم نتوما يعني ديروا الحاجه اللي بغيتوا. دابا غادي ندخلها الفران، غادي نزيد عليها شويه ديال زيت زيت العود من الفوق غير شي شويه، وغادي ندير لها الزعتر وصافي. وانا بالنسبه لصوص طوماط اللي غادي ندير فوق الحوته، المهم عندي هنا جوج مطيشات قطعتهم، وكذلك عندي شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الفلفله خضراء هذوك اللي بقاو ليا من بعد ما ذوقت الحوته. درت معاهم شويه ديال الملحه ورقه سيدنا موسى والثومه. المهم غادي نخليهم حتى يطبخوا مزيان بحال هكا، من بعد غادي نطحنهم وغادي ندير لها العطريه وغادي نردها طيب، كتجي واحد لاصوص اللي واعر. المهم الحوته ديالتي هي واجده. المهم طابت نقص عليها الفران خليتها كطيب غير بشويه، وكذلك حتى لاصوص حتى هي راه واجده. ايوا ها هي لاصوص ديالنا، شوف كيفاش كتجي كتجي خطره. المهم هادي غادي منين بغينا نحط الحوته غادي نسخنها واحد شويه نحطها فوق الحوته. ايوا بالصحه والراحه. التمرة كامل اللي ضربت وخلاتني ابتسام بوحديتي انا ويونس السوليلي. دي لو ماي صونات عليا قالت لي عاتي الحاج سخون، الحاج سخون ديال بالسطح عاتي نمشيو للبحر. هنينا غادي نمشيو للبحر انا ويونس، ياك يونس؟ المهم غادي نمشيو للبحر نريحو فيه شويه. يا شوفي واخا انتيا ما غاديش تعومي غتلبسي حوايج البحر، ولكن ما تعوميش ياك يونس، ما تعوميش حيت كنبقى نلعب انا وياه في الرمله. كاين الحوت كبير، كاين الحوت كبير غياكلني. علاش اليوم ما طيبتيش معايا الحوته؟ حيت عندها سنات هي، ولكن انا نقيتها مزيان كي جماتها. قولي لي براسي كيعوموا شو فوت على الحوتي. دير ديك التقليبه اللي درتي كعوم في الكشكوشه. هاي ابتسام، هاي هادي راه الرمله. هادشي ومازال ما تغديناش، مازال ما كليناش الحوته. حبيبتي في سفيان وقول لهم مرحبا مرحبا بك مرحبا بك. المهم ها هي الحوته ديالنا. دابا نتوما في الفيديوهات ديالكم فوق ما كتبغي تصور الخطا كتقولوا عليها المهم. انا دابا انا لا دابا انا فيا المهم المهم المهم. دابا خلينا من المهم، يلا دوقوا دوقوا ديك الحوته وردوا عليا. زيد سفيان مرحبا مرحبا. انا مثلا كنكلش الحوت ولكن واخا هكا كدوق ابتسام تعطيني الراي ديالك. ابتسام اختك انا واش دار الراي ديالي؟ لا الريحه بعد فراسكم وقع لنا بلان حيت مشينا للبحر وبردات ولكن سخناها ماشي مشكل. دي زعوات دوقي مشرمله قاده انتكا مشرمله واعره ياك ستي. الدراري ما كيبغيوش الحوت غير على قبل الشوك. بسم الله واعره 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 بنين الله يعطيك الصحه. المناضه كي جات كان اللي مصايبه. لا لا كاينه بصح. يلا بصحتكم. شوفي قلت لكم غادي ندير لاصوص من الفوق ديال الحوته كتجي خاطره. ويا سلام واعره ديك لاصوص بنين. المهم الغزاله ديالي حتى لهنا غادي يكون سالا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوليش بطبيعه الحال بلي لايك بالبارطاج بالكومونتات الزوينه ديالكم. المهم تهلاو ليا فراسكم. يلا باي باي.